السؤال الخامس، عدد طرق انتقال الطاقة في الفيزياء. إجابة السؤال الخامس، تنتقل الطاقة من موقع إلى آخر بوسيلتين، إما بواسطة انتقال كتلة جسم متحرك من موضع الانطلاق إلى موضع آخر يرتطم فيه بهدف، وبذلك تكون قد نقلت كتلته الطاقة من موضع الانطلاق إلى مكان الارتطام. أو تنتقل الطاقة بواسطة انتقال الموجة دون أن يصاحب انتقالها انتقال الكتلة، وهي من الخواص الأساسية للموجات، فالموجة تحتوي على طاقة تحملها معها عندما تتقدم. السؤال السادس، هل تنتقل موجات الصوت في الفراغ؟ علل إجابتك. إجابة السؤال السادس، لا تنتقل موجات الصوت عبر الفراغ لعدم وجود وسط مادي ينقل الاهتزازات الصوتية. السؤال السابع، عرف كلا من الراديان، باء السرعة الزاوية، جيم الزمن الدوري، دال التردد، هاء ثابت النابض الحلزوني، واو شدة مجال الجاذبية الأرضية. إجابة السؤال السابع، نبدأ بالفقرة ألف. الراديان هو الزاوية المركزية المقابلة لقوس دلتا سين من دائرة مساوية في الطول لنصف قطرها ناب. الفقرة باء، السرعة الزاوية أوميجا تعرف بأنها تغير الزاوية ثيتا بالنسبة للزمن، ويمكن أن نكتبها بالعلاقة أوميجا تساوي ثيتا مقدرة بالراديان على زاي بالثانية. الفقرة جيم، الزمن الدوري والذي نرمز له بالرمز زاي هو الزمن اللازم لجسيم متحرك لعمل دورة كاملة. الفقرة دال، التردد والذي نرمز له بالرمز اف هو عدد الدورات التي يقوم بها الجسيم المتحرك في الثانية الواحدة. الفقرة ها، ثابت النابض الحلزوني هو القوة المؤثرة على النابض مسببة له إزاحة مقدارها الوحدة في اتجاه معاكس للقوة. الفقرة واو، شدة مجال الجاذبية الأرضية هو عبارة عن قوة الجذب لكل 1 كيلوغرام من كتلة الجسم. السؤال الثامن، تسير سيارة سباق في مسار دائري نصف قطره نقل يساوي 250 مترا،
بسرعة خطية منتظمة مقدارها 100 متر لكل ثانية. احسب ما يلي: ألف السرعة الزاوية للسيارة، الفقرة باء عجلة الجذب المركزية للسيارة واتجاهها، إجابة السؤال الثامن. نقوم أولا باستخراج معطيات السؤال: نصف قطر المسار يساوي 250 متر، والسرعة عين تساوي 100 متر لكل ثانية. لحساب المطلوب الأول وهو السرعة الزاوية للسيارة أوميجا، حيث أوميجا تساوي السرعة الخطية عين على نصف قطر المسار ناق، وبالتالي أوميجا تساوي السرعة من المعطيات تساوي 100 متر لكل ثانية، ونق يساوي 250 متر. نقوم بقسمة 100 على 250، وبعد الاختصار ناتج القسمة يساوي 4/10 راديا لكل ثانية. الفقرة باء عجلة الجذب المركزية تساوي عين تربيع على نق. نقوم هنا بتربيع السرعة، مقدار السرعة يساوي 100، تربيعها 100 تربيع، نصف القطر نق يساوي 250، إذن تربيع 100 يساوي 10,000 على 250. بعد إجراء عملية الاختصار ناتج قسمة البسط على المقام يساوي 40 متر لكل ثانية. السؤال التاسع: يتحرك قمر اصطناعي حول الأرض في مسار دائري نصف قطره 5550 كيلومتر بسرعة خطية مدارية مقدارها 15×10³ كيلومتر لكل ساعة. احسب ما يلي: المطلوب رقم ألف زمن الدورة الكاملة للقمر الاصطناعي، المطلوب رقم باء عجلة الجاذبية الأرضية على هذا الارتفاع. الحل: معطيات السؤال نصف القطر نق يساوي 5550 كيلومتر، نقوم بتحويلها إلى المتر بالضرب في 1000، فنحصل على نق تساوي 5.55 في 10^6 متر. السرعة عين تساوي 15×10³ كيلومتر لكل ساعة، نقوم بتحويل السرعة بالمتر لكل ثانية، أي نقوم بتحويل الكيلومتر إلى متر والساعة إلى ثانية. طبعا عند التحويل الكيلومتر إلى متر نضرب في 10^3 أو في 1000، إذن المقام الذي يمثل المسافة 15×10^6 وتكون مقدرة بالمتر على ساعة. الساعة هي عبارة عن 60/60، أي لتحويلها إلى ثانية. إذن البسط 15×10^6، أما المقام عبارة عن 60/60 والذي يساوي 3600، وبالتالي يمكن أن نكتب البسط على الصورة 1500×10^4 على 3600، وبالتالي ناتج قسمة البسط على المقام 4166.7 متر لكل ثانية، وهذه هي قيمة السرعة الخطية.
المطلوب رقم باء هو حساب عجلة الجاذبية الأرضية عند هذا الارتفاع. من العلاقة الموضحة عجلة الجاذبية دال تساوي ثابت الجذب جيم مضروب في كتلة الأرض على فاء زائد ناق الكل تربيع. نعوض هنا على الثابت جيم بستة وسبعة وستين من مئة في عشرة أس سالب أحد عشر في كتلة الأرض خمسة وثمانية وتسعين من مئة في عشرة أس أربعة وعشرون. نعوض عن الفاء بخمسة وخمسة وخمسين من مئة في عشرة أس ستة وهذه من المعطى زائد نصف قطر الأرض ستة وثمانية وثلاثين من مئة في عشرة أس ستة. نربع هذه الكمية فاء زائد نق وبالتالي نحصل على البسط ستة وسبعة وستين من مئة في عشرة أس سالب أحد عشر في خمسة وثمانية وتسعين من مئة في عشرة أس أربعة وعشرين على أحد عشر وثلاثة وتسعين من مئة في عشرة أس ستة الكل تربيع، وهذا الرقم هو مجموع أفاء وناق. وبالتالي دال تساوي تسعة وثلاثين وتسعة وثمانين من مئة في عشرة أس ثلاثة عشر على المقام والذي يساوي مئة واثنين واربعين وثلاثة من عشرة في عشرة أس اثنى عشر. وبالتالي يمكن بتبسيط البسط والمقام، وناتج قسمة البسط على المقام هو اثنين وثمانية من عشرة متر لكل ثانية تربيع، وهذا هو قيمة عجلة الجاذبية الأرضية عند هذا الارتفاع. لاحظ أن قيمة العجلة تقل كلما ارتفعنا عن سطح الأرض. تابعتم معنا أبنائي الطلاب أهم التطبيقات على الوحدة الثانية، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة.